النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على بر الآباء والأمهات، وقد جاء عن بعض التابعين يقول: من دعا لوالديه في كل يوم 5 مرات فقد أدى حقهما. يقول: من دعا لوالديه في كل يوم 5 مرات فقد أدى حقهما. واستدل بقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالدي، يعني أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال: فشكر الله أن يصلي في كل يوم 5 مرات، وكذلك شكر الوالدين أن يدعو لهما في كل يوم 5 مرات. يقول أحد الفضلاء: منذ أن سمعت هذا القول من بعض التابعين ما تركت الدعاء لوالدي في كل صلاة من الصلوات الخمس، في كل صلاة من الصلوات الخمس. السؤال لكم، كل واحد أوجه لهذا السؤال ولا أطلب الإجابة: تدعو لوالديك في صلاتك؟ لا تجيب، لا تجيب. إذا دعوت لوالديك في كل صلاة، في كل ركعة أو في كل صلاة من الصلوات الخمس، أديت حقهم. طبعا هذا مع بقية الأشياء الأخرى، البر وعدم العقوق. أما إذا نسيت والديك واهتممت بالدعاء لنفسك، فراجع نفسك، راجع نفسك. ولذلك الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.